تأثير بيصيب جميع النواحي الاقتصادية وبالذات الصناعة. الصناعة احنا اتأثرنا، فيش قوة شرائية لانه في بطالة، في عدم دفع رواتب للموظفين، هذا كله بيأثر على القوة الشرائية. والله اذا استمر الوضع ما بنقدرش نغطي مصاريفنا، مضطرين انه نقفل يعني، لانه ما فيش يعني وضع خطير يعني، بدناش نتبهدل. المكان عندنا آلي اوتوماتيك، ف يعني مطلوب منا انه الكهرباء تضلها متواصله، يعني لحتى لو وفرنا مولد في المصنع، الناس اللي احنا بنبيع عليهم ما عندهمش كهرباء. اذا صعب الوضع بيكون يعني الكهرباء يعني اكثر تاثير علينا، اكثر تاثير علينا.